وذلك منذ أن ولد موسى عليه السلام في عصر يأمر فيه فرعون بقتل كل مولود ذكر. مرورا بشق البحر وغرق فرعون وجنوده، ثم كانت فتنة السامري لبني إسرائيل مستغلا غياب موسى الذي ذهب للقاء ربه، فصنع عجلا له خوار يعبدونه من دون الله. لقد عانى موسى من بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر، وشق عليه عنادهم وسوء أخلاقهم بعد أن رفضوا دخول الأرض المقدسة التي وعدها الله لنبيه موسى، وقالوا قولتهم الشنيعة: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إن موسى يريد منا أن ندخل هذه القرية، إن بها قوما جبارين لا قبل لنا بهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يقول موسى إن ربه هو من أمره بدخول هذه القرية، فليذهب هو وربه يقاتله، وسننتظر نحن هنا. أنا لن أخاطر بحياتي من أجل موسى، إن ورائي ذرية ضعافا، من سيقوم عليهم؟ أخشى من غضب الله علينا بعد أن عصينا موسى. فلتذهب أنت أيضا معهما لتقاتل هؤلاء الجبارين. إن موسى وربه يطلبان منا المستحيل. أدرك موسى أنه لا فائدة ترجى من قومه الذين وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم غلاظ الرقبة، كناية عن عنادهم وسوء أخلاقهم، فطاقت نفسه عليه السلام إلى الخلاص من الفاسقين منهم، فدعا الله أن يفصل بينه وبينهم، فكان عقاب الله أتيه 40 عاما يهلك فيها كل من عصى أمر الله، فحرم عليهم دخول الأرض المقدسة. ما هذا؟ لقد عدنا من حيث أتينا. إلى متى هذا العذاب في هذه الصحراء القاحلة؟ لقد اشتقت إلى أرض مصر، عطشان، أريد ماء. اشتقت إلى نيلها وربوعها الخضراء، اشتقت إلى طعامها، جوعان. لقد مللنا من طعام المن والسلوى الذي لا يتغير. لقد عصيتم موسى وربه حين أمركم بدخول الأرض المقدسة فأذاقكم التيه والتشرد. ألا يستطيع رب موسى أن يشق لنا البحر مرة أخرى لنعود إلى مصر؟ هل اشتقتم لحياة العبودية يا بني إسرائيل؟ وما الذي نحن فيه الآن؟ أليس عبودية؟ لقد استبدل الله عز وجل خلال سنوات التيه الأربعين جيلا بجيل، جيلا أكثر إيمانا وطاعة لنبي الله موسى عليه السلام. كانت هذه بعضا من الأحداث العجيبة التي حدثت أثناء مسيرة موسى النبوية، ولعل أعجبها وأغربها حكايتنا تلك، أو بالأحرى حكاية موسى مع ذلك الرجل الذي ذكر في القرآن الكريم. هذا الرجل ذو الكرامات الغريبة وغير المفهومة حتى للأنبياء. فمن هو الخضر؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ قيل إنه سمي بهذا الاسم لأنه عند جلوسه في أي مكان فإنه يخضر من حوله بالنباتات. وقد ورد عن الإمام البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الخضر إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا بها تهتز خلفه خضراء. تبدأ القصة عندما قام موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق، وقد كان حديثه جامعا مانعا أخذ بقلوب مستمعيه. ما أعذب هذا الكلام الذي قاله موسى! نعم، لقد نزل على قلبي بردا وسلاما، لقد حدثنا بأخبار كنا نجهلها. يبدو أنه أوتي من العلم ما لم يؤت أحد من قبل. أجل، فهو مؤيد من ربه، فلا غرابة أن يحوز كل هذا العلم. ماذا ستفعل؟ انتظر يا نبي الله، هل هناك أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ فاندفع موسى قائلا: لا، أنا أعلم أهل الأرض. لقد ظن موسى لكونه رسول رب العالمين أنه أعلم أهل الأرض، فأجاب بهذا القول بدل أن يقول الله أعلم، لأن مبلغ علم الرسل والأنبياء لا يمكن أن يحيط بكل شيء، فالإحاطة بكل العلم من صفات الله عز وجل لا شريك له. لقد آذينا موسى كثيرا بعنادنا وعصياننا له، وهذا العقاب من الله كان استجابة لرغبة موسى. لقد كتب علينا ألا تطأ أقدامنا الأرض المقدسة ما حيينا. ليتنا ما عصينا موسى ورب موسى. وبعد أن أجاب موسى بأنه أعلم أهل الأرض، ساق الله تعالى عتابه لموسى، فبعث الله إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ فأدرك موسى هنا أنه تسرع بقوله هذا الكلام واستغفر الله عز وجل. فعاد جبريل يقول له: يا موسى، إن لله عبدا بمجمع البحرين، هو على علم لا تعلمه أنت، وهو أعلم منك. تفاجأ موسى بهذا الخبر، كيف يكون هناك من هو أعلم مني وأنا لا أعرف عنه شيئا؟ وما هو العلم الذي لا أعرفه أنا؟ فتاقت نفس موسى إلى زيادة العلم، فأخذ يسأل ربه عن هذا العبد الذي يعلم ما لا يعلمه موسى، وكيف السبيل إليه ليتعلم منه. لقد عقد موسى العزم على الرحيل لمصاحبة هذا العبد العالم والتعلم منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماذا تقول يا يوشع؟ تريد أن تتركني وترحل مع موسى؟ قال يوشع: إنها أيام قليلة يا أمي، ولن أتأخر عليك. يا ويلي، ماذا يريد منا موسى؟ أضل ولدي، والآن يأخذه بعيدا عني. سأكون معك يا خالتي طوال فترة غياب يوشع، ولن أتركك أبدا. إنك لا تعلم يا ولدي إلى أين ترحل ولا متى ستعود. قال يوشع: أعدك يا أمي أني لن أتأخر، وسأكون بأمان مع نبي الله، فلا تقلقي. هل تسمع يا رحوم ما يهذي به ولدي الوحيد؟ يا ويلي، يا ويلي. تجهز يوشع للرحيل مع موسى عليه السلام، فتزود بالطعام اللازم لهذه الرحلة، وأخذ معه سمكة كبيرة مملحة لا حياة فيها، ووضعهم جميعا في سلة، واتجه إلى موسى ليبدأ معا رحلة البحث عن الرجل الصالح. قال يوشع: اعتني بأمي أثناء غيابي يا رحوم. اطمئن يا يوشع، لن أتركها أبدا، صاحبتكما السلامة. عجبت لك يا موسى، إنك تقوم بعمل أشياء لا نستطيع أن نجد لها تفسيرا، ولكنه شأن الأنبياء. وانتشر الخبر بين بني إسرائيل بأن موسى تركهم وحدهم في الصحراء ورحل، وساد الهرج والمرج بينهم. لقد خدعنا موسى وتركنا في هذه الصحراء القاحلة. إنها ليست المرة الأولى التي يتركنا فيها موسى ويرحل. أجل أجل، أتذكرون يوم أن قال لنا إنه ذهب للقاء ربه وتركنا 40 ليلة؟ نعم، وعاد إلينا بألواح مكتوبة، وقال عنها إنها من عند الله. وحين رفضنا أن ندخل الأرض التي يدعي أنها مقدسة، تركنا في التيه طيلة هذه السنين. إنه يعلم سبيل الخروج من هذا التيه، ولكنه ذهب وتركنا. يوشع، ولدي يوشع، أخذه موسى ورحل. وانطلق موسى عليه السلام، ومعه فتاه يوشع بن نون الذي ورثه بعد ذلك في النبوة والدعوة في بني إسرائيل. يوشع الذي فتح الله على يديه القدس. قال يوشع: يا ليتني أعرف إلى أين نحن ذاهبان، لكني لن أقدر أن أسأل موسى. مؤكد أن هناك أمرا مهما سيذهب إليه موسى، فهو لا يتصرف إلا بوحي من الله. ويقول موسى ليوشع: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال يوشع: ترى ماذا يوجد عند مجمع البحرين؟ ولماذا طلب مني نبي الله أن أراقب هذا الحوت؟ إليانا، ماذا تريد يا عزرا؟ ما هذا الجفاء يا إليانا؟ هل صدر مني شيء أغضبك؟ لا تؤاخذني، ولكن تأخرت بالطعام على أبي وأمي. لم أرك منذ يومين، متى سنتمم زواجنا؟ لن نتزوج قبل أن يعود موسى ليبارك زواجنا. ها؟ وما شأن موسى بزواجنا يا إليانا؟ كيف تقول هذا يا عزرا؟ إنه نبي الله. أبوك يقول عنه إنه ساحر مثله مثل سحرة فرعون الذين سمعنا عنهم. وقد آمن سحرة فرعون. أتنكر أنه أنقذ قومه من فرعون وجنوده؟ وألقى بهم في هذه الصحراء، في هذا التيه. أخشى أن زواجنا لن يتم. لا لا يا إليانا، لا تقولي هذا. لن يكون موسى سبباً أيضاً في أن نفترق. دعني الآن يا عزرا، فقد تأخرت على أبي وأمي. إن علينا ونحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة أن نسأل أنفسنا: ما هو الدرس الذي نستلهمه نحن وغيرنا من نزول هذه الآيات وحتى تقوم الساعة؟ من عرض القرآن الكريم بهذه القصة الاستثنائية. إن الله عز وجل يصف القصص التي يرويها ويسردها القرآن الكريم بأنها أحسن القصص، وطالما أنها أحسن القصص فإنها مليئة بالمعاني العظيمة والدروس المفيدة. لقد عقد موسى العزم على العثور على هذا العالم، وإن اضطره الأمر إلى أن يسير أحقابا وأحقابا، والحقب قيل إنه عام وقيل 80 عاما، وهذا تعبير عن تصميم موسى عليه السلام، حتى لو أضاع عمره كله في البحث عن هذا الرجل العالم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هل صحيح يا أبي أنك قلت عن موسى إنه ساحر؟ من قال لك هذا يا ابنتي؟ سمعت أحدهم يقول هذا عنك. لا يا ابنتي، لم يكن موسى ساحراً أبداً، ولكن الله أجرى على يده معجزات ظن البعض معها أنه ساحر. ولماذا تركنا موسى ولم يخبرنا عن سبب رحيله؟ سيعود يا زوجتي، وعندما يعود سنعلم منه كل شيء. قلت لكم لن يعود موسى، رحل ولن يعود. فلنذهب إلى أخيه هارون ونستعلم الأمر منه. نعم، فلنذهب إلى هارون. أخشى عليكم يا بني إسرائيل أن يفتنكم سامري آخر. إن موسى من فتننا وأخرجنا من أرضنا. احذروا من عقاب الله يا قوم. فلنذهب جميعا إلى هارون. نعم، فلنذهب إليه، فهو الوحيد الذي يعلم أين ذهب موسى. ولدي يوشع، ولدي ضاع مني. أين أنت يا يوشع؟ أين أنت يا ولدي؟ وصل موسى وفتاه إلى صخرة بجوار البحر، ورقد موسى من شدة التعب، وبقي الفتى جالسا يتأمل البحر. وألقت الريح إحدى الأمواج على الشاطئ، فطال الحوت بعض من رذاذ هذه الأمواج، فدبت فيه الحياة وقفز إلى البحر. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. انسل الحوت من السلة واتخذ سبيله في البحر سربا، أي مسلكا ومنفذا. وقيل إن الله أمسك جري الحوت في البحر حتى كان أثره في حجر، أي إن أثر الحوت بقي في البحر ولم يغمره الماء. ويوشع فتى موسى يراقب هذا المشهد وهو في دهشة من أمره. قال يوشع: عجبا، لقد عادت الحياة إلى هذا الحوت. إنها العلامة التي أخبرني بها نبي الله موسى. ماذا أفعل؟ هل أوقظه الآن لأبلغه؟ ولكنه نائم من التعب. سأخبره صباحا عندما يستيقظ. استيقظ موسى في الصباح واستأنف السير مع فتاه بقية يومهما وليلتهما، وقد نسيا أمر الحوت. أعنت صباحا يا إليانا، دعيني أملأ لك الماء. ابتعد عني يا عزرا. ماذا بك؟ ماذا حدث؟ قلت لك ابتعد عني ولا تعترض طريقي مرة أخرى. إليانا، أنا عزرا حبيبك، هل أغضبتك في شيء؟ أنا لا أحب الكاذبين. ومتى كذبت عليك؟ ادعيت أن أبي قال عن موسى إنه ساحر، وحين ذكرت ذلك لأبي نفاه تماماً، وأكد لي أن موسى نبي الله. صدقيني، لقد سمعت ذلك من البعض. لن أصدق كلامك. ابتعد الآن عن طريقي. ألا ترى عيون القوم تحدق بنا؟ ابتعد. لا يهمني الناس، ولن أدعك تذهبين وأنت غاضبة مني. هاتي أحمل عنك هذا الماء. ماذا بك يا عزرة؟ ألا تقوى على حمل الماء؟ وقع في حبي إليانا فوقع على وجهه. فلتأتي إليانا لتحمل عنك الماء أيها العاشق. الطعام يا خالتي، أعددته بنفسي. لن أضع شيئا في جوفي حتى يعود يوشع. لم تأكلي شيئا منذ يومين، وهذا لن يرضي يوشع. رحوم، اذهب وتقصى أمره. إلى أين أذهب يا خالتي؟ قلت لي إنهما سارا بمحاذاة البحر. تقصى أثره، لعلك تعثر عليه. أمرك يا خالتي، سأذهب للبحث عنه، ولكن بعد أن تأكلي. حقا يا ولدي؟ حقا يا أم يوشع. والآن تناولي الطعام. جلس موسى بعد أن حل به التعب وهو يبحث عن الرجل العالم. قال موسى: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا من السفر الطويل. عندها تذكر يوشع كيف تسرب الحوت إلى البحر. قال يوشع: أتدري، عندما كنت نائما عند تلك الصخرة أصاب الحوت بعضا من ماء البحر فدبت فيه الحياة وأخذ طريقه في البحر عجبا، ولقد أنساني الشيطان أن أخبرك بهذا الأمر، فعذرا يا سيدي. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. سر موسى عليه السلام من فقد الحوت في البحر، وقال لفتاه: ذلك ما كنا نبغي، أي هذا ما كنا نريده. إن تسرب الحوت في البحر سيحدد المكان الذي سنلتقي فيه بالرجل العالم. فارتد موسى وفتاه سريعا يقتفيان أثرهما ليلتقيا بالرجل الصالح. عاد موسى وفتاه إلى حيث الصخرة التي تسرب من عندها الحوت، فوجد أثر الحوت في البحر قد صار يابسا لم تغمره الماء، فوجد الخضر على بساط أخضر في وسط البحر، وقد تغطى بعباءة من رجليه حتى رأسه، وقد اخضر المكان من حوله. وجد موسى الرجل الصالح نائما فلم يشأ أن يوقظه، وانتظر موسى حتى يستيقظ. قال موسى: السلام عليكم. قال الخضر: وأن بأرضك السلام، أي كيف تعرف السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها أحد السلام؟ قال الخضر: من أنت؟ قال موسى: أنا موسى. قال الخضر: موسى بني إسرائيل، عليك السلام يا نبي الله. قال موسى: نعم، وما أدراك بي، فأنت لم ترني من قبل. قال الخضر: أدراني بك من أدراك بي ودلك علي، فماذا تريد يا موسى؟ فعلم موسى أن هذا الرجل هو من يبحث عنه، الرجل الذي لديه علم لا يعلمه موسى. فقال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر: أما يكفيك يا موسى أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. وإنما قال الخضر ذلك لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على منكر يخالف الشرع، لأن ذلك شأن عصمته. قال الخضر: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إليانا، ألم تحضري الماء؟ وجدت الناس يزدحمون على البئر، سأعود بعد قليل يا أمي. إليانا، سمعت القوم يتهامسون باسمك، ما الأمر؟ لا شيء يا أبي. وهذا الشاب عزرا، ما شأنه بك؟ يقول إنك وعدته بالزواج بي. أنا لم أحسم الأمر بعد، ولم أعده بشيء. فلتحسم هذا الأمر سريعا يا زوجي، حتى لا تلوك ألسنة القوم سيرتنا ويخوضون في أعراضنا. نعم. قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وافق موسى على الشرط، وانطلقا هو والخضر عليهما السلام. وأمر موسى فتاه يوشع أن يرجع إلى قومه، وبدأت الرحلة الشهيرة بين كليم الله والخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. يرى أنه كان من الأحرى بموسى والخضر أن يغادرا هذه القرية البخيلة وأهلها الذين أبوا أن يضيفوهما وأوصدوا الأبواب في وجهيهما، ولكنه الدرس الثالث الذي كان على الخضر أن يعلمه لموسى في هذه الرحلة العجيبة. قال الخضر: فلنبت ليلتنا هنا أسفل هذا الجدار. نام موسى من التعب والإرهاق بينما قضى الخضر الليل كله وهو يصلح هذا الجدار الذي كان على وشك أن ينهار. انظر يا أخي إلى هذا الرجل الغريب. عجبا، لقد أصلح الجدار وأقامه مرة أخرى. حمدا لله، أصبح السير بالقرب منه آمنا. ينهض موسى من نومه ويرى الخضر وهو يصلح الجدار، ويندهش موسى من تصرفه ويقول له: إن أهل هذه القرية البخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. وبهذا القول وفي هذه اللحظة حكم موسى عليه السلام على نفسه بفراق العبد الصالح. قال الخضر: كان شرطي يا موسى ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه، وأنت قبلت بهذا الشرط. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لقد حذر العبد الصالح موسى من مغبة السؤال، وجاء الآن دور تفسير ما غاب عن موسى عليه السلام. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لقد أصدر الملك أوامره بالاستيلاء على جميع السفن وضمها إلى الأسطول الملكي لمواجهة الأعداء. إنها سفينة خربة ولا تصلح للعمل ضمن الأسطول الملكي. اتركها ولنبحث عن غيرها. بدأ الخضر في تفسير ما لم يستطع سيدنا موسى فهمه. قال الخضر: لقد كان هناك ملك ظالم يستولي على كل سفينة، وأهل السفينة الذين أكرمونا بالركوب معهم مساكين ولا يملكون غيرها، ويكسبون قوتهم من الصيد ونقل المسافرين. وإذا استولى الملك على السفينة سيهلك أهلها، فأردت أن أصيبها بعيب حتى لا تؤخذ منهم، وأعلم بأنهم يستطيعون إصلاحها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هيا يا ولدي تناول معنا الطعام. لقد سئمت طعامكم، إنه لا يتغير أبدا. حمدا لله على نعمه. أهكذا؟ أهكذا تعامل نعمة الله يا ولدي؟ وسئمت الحياة معكما أيضا. ما بال هذا الولد العاق؟ ليت بطني لم تحملك أيها الشقي. رحماك رحماك يا رب. قال الخضر: فإذا مات هذا الطفل وهو صغير فلن يكتب عليه ذنب، فكان قتله رحمة للطفل ولوالديه. وأوحى الله لي بأن سيعوضهما بولد صالح يبرهما ويحسن إليهما. يا أم يوشع، أما زال ولدك يتبع موسى الذي يدعي أنه نبي؟ وما شأنك بولدي يا نحوم؟ نخشى أن يضله موسى كما أضل غيره. لقد حكى يوشع عن أشياء غريبة بين موسى وهذا الرجل الغامض. أيعقل أن سمكة ميتة مملحة تعود الحياة إليها مرة أخرى؟ ولدي يوشع لا يكذب. أخشى أن يضلك أنت أيضا يا أم يوشع. كفوا عن السخرية والثرثرة، ولا شأن لكم بي ولا بولد يوشع. لقد كشف العبد الصالح لموسى شيئين في الوقت نفسه. كشف له أن علمه، أي علم موسى، محدود، كما كشف له أن كثيرا من المصائب التي تقع على هذه الأرض تخفي في ردائها الأسود الكئيب رحمة عظمى. إن أصحاب السفينة سيعتبرون خرق السفينة مصيبة حلت بهم، بينما هي نعمة تتخفى في زي مصيبة، نعمة لن يكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن يصادر الملك كل سفينة غصبا، ثم يترك هذه السفينة المعيبة، وبذلك تبقى هذه السفينة لأصحابها مصدرا للرزق، فلا يموتون جوعا. أيضا سيعتبر والد الطفل المقتول وأمه أن كارثة دهمتهما بقتل وحيدهما الصغير البريء، غير أن موته يمثل لهما رحمة عظمى، فإن الله سيعطيهما بدلا منه غلاما يرعاهما في شيخوختهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا كالغلام المقتول. وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة، وترتدي الرحمة قناع الكارثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يا موسى يوشع ولدي. قال يوشع: أماه، لماذا نهضت من فراشك؟ لأشكر موسى نبي الله، فقد ذهبت عني الحمى يا ولدي. قال يوشع: توجهي بالشكر إلى رب موسى الذي استجاب لصلاتك ومن عليك بالشفاء. إن الأفعال التي استنكرها موسى على الخضر في رحلتهما هي تذكرة من الله تعالى لموسى على النعم التي أنعمها عليه خلال أحداث وقعت له في حياته. فخرق السفينة الذي هو مظنة غرقها قام به الخضر لأجل إنقاذها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهي تذكرة لموسى بوضع أمه له في التابوت وقذفها له في اليم، وهو أمر ظاهره الهلاك لموسى بينما كان سببا في نجاته من فرعون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقتل الخضر للغلام هو تذكرة لموسى بقتله القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. صدق الله العظيم. ولكن الله نجاه من هذه المحنة، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وإقامة الجدار دون أجر كان تذكرة لموسى بسقايته للمرأتين عند ماء مدين دون أجر، وهذا ما كان سببا في استدعاء أبيهما له والإحسان إليه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لقد تعلم موسى من الخضر ألا يغتر بما عنده من العلم، وألا يحزن قلبه لمصائب البشر، فربما تكون يد الرحمة الخالقة تخفي سرها من اللطف والإيناس وراء أقنعة الحزن وآلام الموت. هذا هو الدرس الذي تعلمه موسى رسول الله وكليمه من هذا العبد الصالح الذي رجع من حيث أتى، الذي خرج من ضباب الزمن واختفى كما جاء في ضباب الزمن. إن الشر شيء نسبي، ومفهوم الشر عندنا كبشر قاصر، ذلك لأننا لا نرى الصورة كاملة. فما بدا لأصحاب السفينة شرا اتضح أنه خير لهم. إننا يجب أن نقتنع بكلمة الخضر الأولى: إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع يا ابن آدم أن تفهم أقدار الله، الصورة أكبر من عقلك. قد تعيش وتموت وأنت تعتقد أنك تعرضت لظلم في جزئية معينة، لكن الحقيقة غير ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حجب عنك شرا وحماك بعنايته. إن الدرس العظيم الذي عاد به موسى عليه السلام هو درس الرضا والتسليم، وهو آخر درس كان موسى في حاجة إليه في هذه المحنة التي كان فيها. إن الله عز وجل يبين لسيدنا موسى عليه السلام أن هذه المحن التي يعيشها وتلك الأحداث التي يمر بها إنما وراءها حكم عظيمة بالغة ورحمات كثيرة من الله عز وجل لعباده المؤمنين. إن علينا ونحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة أن نسأل أنفسنا: ما هو الدرس الذي نستلهمه نحن وغيرنا من نزول هذه الآيات وحتى تقوم الساعة، من عرض القرآن الكريم لهذه القصة الاستثنائية؟ إن الله عز وجل يصف القصص التي يرويها ويسردها القرآن الكريم بأنها أحسن القصص، وما دامت أنها أحسن القصص فإنها مكتنزة بالمعاني العظيمة والدروس المفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.